والله هقول لكم وانا راجع هقول لكم. طبعا حضرتك تاريخ طويل من الاعمال الفنيه الجميله، لو طلبت من حضرتك توصف رحلتك مع الفن تقول ايه؟ سعاده وحب للزملاء وبتعرف على زملاء، كل في عمل بتعرف على زملاء وتبقى سعيد بالعمل اللي انت بتعمله، وبتعمل تاريخ، بتعمل سي في يعني زي ما بيقولوا في، مش كده؟ يقول لك فين السي في بتاعك؟ مش كده؟ فالحمد لله رب العالمين، ويعني انا بعتز بهذا السي في، وبعتز بان انا شقيت في ان انا اعمله وتعبت في ان انا اعمله، ولذلك انا حريص قوي على الحفاظ عليه.